توفيق صباح خويا ميا شكرا لي من دار واحد واش رايك صباح توفيق بيان لاباس بخير صباح لاباس بيان صباح توفيق امورات ماشيه واش الاحوال صباح الحمد لله صافي بليزير حبيبي الله يسلمك الله يصافي بليزير اللي جيت عندك صافا الحمد لله والله هانيه كاع مليحه طيب ليديسيون واش رايك صباح مليح الله يربي توفيق بدلت البلاصه عدلنا البلاصه كل فوق عاودنا جينا لهنا بدلنا الديكور والله عجبك شي يا توفيق الله مليحه الحاله انيستا والديكور هذا انت راك دير فيه انا اللي كريتو الديكور هذا بالحطاب ديالك والله يعطيك الصحه حاجه قديمه انت تمشيك شي واحد كراش اه والله راه صباح صباح توفيق كنت طريق مليحه لا شكرا والله لا باس واش راك شكرا صباح انت راك خدام صاحبك مع الكليون واش الحاجه اللي زدتها جديده زدنا بزاف حوايج توفيق زدنا دي زاغرونديسمون زدنا فيس في المونتاج في الفيديو زدنا فيس بار اكزومبل في في الترونسفير في فيس فيس في لي شوب هكذا في نروحو نطلعو الفوق توفيق اه ندير بروغرام كيما تحب انت حبيبي نطلعو نشوفو الفوق الدار فيس باهيين ونحكوا شويه على الجديد تاع فوالا طريبيا اوكي تجوز في العامين ثلاثه ايا اوكي اوكي توفيق اوكي حبيبي ايا اوكي روحو توفيق روح ربي يعاونك شاكر شاكر دوك نجي حبيبي اوكي السلام ورحمة الله توفيق اهلا مرحبا بك راك مع الخدمة انا مع الخدمة حبيبي مرحبا هذا هو مقر العمل هذا هو مقر العمل صباح توفيق واش راك الله ربي انا لي كونسيبسيون تيراج هذه هي حياتي رانا مع لوجين مع اسمو الشوب تاعكم هذاك هذه حياتي هنايا هنا هذا هو البلاطو تاعك هذا هو الاستوديو تاعك هذا هو المكان العمل تاعك الكل في الكل هذا بلاصتنا احنا هنا هذا هو الاستوديو تاعي صافي كان زون هنا قبل المشوار الفني قبل ما نبدا نغني ديجا صافي لونطون صافي واحد كان زون هنا مع الفيديو مع المونتاج مع ثلاث مود فوتو مع لي في مع لي فوتو دركا وين رايحين شيخ طيب كان نروحوا لواحد البلاصه ثانيه عادتنا هذه هي عادتنا كما يقولوا نروحوا مع طريق اليشير كاين واحد البلاصه تما شوف ثم يديروا العراس يديروا بلاصه ايزولي مليحه على بالي تعجبك ايوا اهلا شيخ صراك واش راك لاباس صباح السلام عليكم اهلا وسهلا السلام عليكم اهلا وسهلا السلام عليكم 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 اونسيني كنت كابيل تدخل ديريكت لا ريجيون لا ريجيون تاعنا اه وي تاع هذا عمي مسعود هذا هو عمي مسعود هاي روح اضرب هاد الجماله وخلاص
جيت جينا عند عمي مسعود والجماعه. عمي مسعود مداري تخدم معاه ولا؟ خدم معايا صافي طروش وصامي مسعود هكذاك قبيلي وي، خدم معايا ليست مرثي وعزيزان و داين داين الغربه ثعار هذيك، خدم معايا شحال من البوم. مسعود من ليزونسيان، ليزونسيان عمي مسعود. عمي مسعود كشما راك تخدم كشما عراس كش دي قال لك؟ اي نخدم، نخدم عراس، نخدم كما اسابيع ثقافيه، خدمت في الخارج، خدمت في فرنسا، خدمت في المغرب، خدمت في تونس، هذوك زرتهم. انت مضاري تخدم ليزاستريم والاخرين، كي تخدم بالمزود وسورتو هكذا يكون كما يقول لك طبيعي، ماشي تاع سانتي. اوا خاطر كي تدخل حاجة اكوستيك كيما هذي تمد لك الشارم، تمد لك واحد الروح في لاشونسون، مش باسكو كاين مزود باغ اكزومبل في لي كلافي، كاين مزود نورمال. بصح الشارم تاع عمي مسعود اون بليس يمد لك واحد الروح هكذا مزود، مليحة مليحة بزاف. وكل شونسون والعاده تاعها باغ اكزومبل كابيل هاو يدير مزود باغ اكزومبل ولاد عامر راه عنده عندي عندي الغيطه نخدم عنده زرنا ولا لا اضرب لنا غيطه اضرب لنا هذه تما تخدم جهتنا سطيف ومنا ايوه هذه جهتنا. عطينا جهه اخرى من النوم. الطبيب خصنا واحدة، زيد لنا ريجيون أخرى. ريجيون أخرى؟ أهداني بالعقل. شوية عندهم شمس. شوية. هذا المناعي. هذا جيت يعني نشكره على هذا المناعي. المناعي. أي أيوة والله. والشوية واش عندهم؟ شوية عندهم شوية بالمزود. شوية نعطيها خدمة بالمزود شوية. والغرب ما عندهمش هذا؟ عندهم يخدموا الغيطة تاع يخدموا الشيخات بها. كيفاش تصير الغيطة تاعها؟ هذاك هذيك ما نعرف هذيك. بالميزان واعره واعره شوف بالميزان لا بالميزان مش تجيب الميزان مش واعره ولا الشاوي كي نعود حنا كيما نقولوا الشاوي نخدموا بالمزود مزود يخطى الشاوي حنين حنين الشاوي
تمشي هذا شاوي. راني تبعت شويه الاسود مقروني ورايحه في ذاك الهواء. يعطيكم الصحه عمي. الله يسلمك عمي مسعود. يعطيكم الصحه. حنا نروحوا دوكا وين نروحوا قبل ما نروحوا عند كوليش قال كيما يقول الطاهر ولا كليش عند كوليش كوليش هيدا عمي مسعود ان شاء الله نتلاقاو في فرص واحده اخرى ان شاء الله نديروا معكم حصه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكونوا الضيف تاعنا ونكونوا ضيافكم ان شاء الله في العرض. بارك الله فيك من عندي شكرا جزيلا بزاف. راه صباح بارك الله فيك بروغراماسيون. يعطيك الصحه. بارك الله فيك مسعود ليكيب. يعطيكم الصحه اولاد عمي مسعود. واش راكم ربي يعطيكم الصحه. انس هون فرح يتسن عمرتي خمن سن خلصنا بلاصتي. صوغ توفيق. روح صوغ. روح صوغ. روح صوغ. روح صوغ. تبقى لك سوفينير. صوغ صوغ. روح صوغ. عمر الحرار يا لطيف بنت البيبان هاي جات حلو البيبان مش يا ميزان كي مشات قلب ريشي كاتا بنت البيبان هاي جات حلو البيبان مش يا ميزان كي مشات قلب ريشي كاتا. طيب رحنا طرنا صرنا دنا بصح ما كيناش بزاف على الشاب الطيب الناس تعرفك جاي في الكاتروفان تخوا في الترون دي زون. الموهبة تاعي الفنية كانت في التصوير. في التصوير كنت نحب بزاف لا فوتو والكاميرا لا فيديو. هذا من صغرك؟ وكنت نخدم ثاني نلعب على السان تاعي كلافي. ملي كنت صغير نحب زوج حوايج لا فوتو ولا كاميرا ونحب ثانية كلافي. بديت كنت ملي كنت نقرا بريمير كنت نحب الموسيقى بزاف. Madame, Monsieur, bonjour. Je remercie infiniment l'émission Hadi Hayati de m'avoir donné l'occasion de me présenter à vous. Tout d'abord, je me présente. Je suis la femme de Cheb Tayeb. Nous sommes heureux ensemble. Je le soutiens dans son métier d'artiste qui n'est pas facile. Je lui souhaite qu'il réussisse dans son projet professionnel. De plus, je souhaiterais m'excuser de ne pas être présente en direct à cette émission avec mon mari. Ça aurait été un énorme plaisir, mais mon travail ne me le permet pas. J'espère que cette émission plaise au public ainsi qu'aux fans de Cheb Tayeb. Et pour finir, je fais un petit coucou au présentateur de Hadi Hayati. Bon courage, merci infiniment. طلعت قريت في مركز التدريب الإعلامي في القبة. قريت لا فوتو ثما وقريت مونتاج فيديو وقريت أنا كنت متمني كما كنت من صغري كنت متمني يعني نكون كاميرامان مع لا تيليفزيون. هذا اللي كان حلمي الوحيد. اللي إنسان حنا متربيين في واحد لونتوراج واحد البلاصة نقدر نقول لك محافظة ومانيش معقدين أمام طون توفيق محافظين برك ماشي واحد معقد تقول معقد ما تقدرش تهضر معاه والله مديين تقول بزاف ليه محافظين و كونتر وما همش كونتر هكذاك تقدر تقول هكذا وهكذا. ابري دو موا دار سكسي لا فيريتي دار سكسي مليح هاد لا شونسون هادي قبل هذيك اللي قلت لي احنا فيها هادي قبل هادي هي كيفاش قلت لي احنا عام وبعد دو موا نو بقات عام هي اللي اسمو هاد الالبوم بقى عام هو عندنا راني نحكي معاك بعد العام بعد العام فوالا فوالا دينا كي درنا له واحد لي روتوش هكذا قعد يسمع قال لي نحكمو اديت له هكذاك انا ما تسلك قلت له هاك المهم يخرج بقى خدمت له انا البوستر لا كونسيبسيون انا خدمتها قريب زدت له الدراهم باش الله راه قريب مديت له مديت له مديت له لا مديت له تقريبا زدت له الدراهم ومن بعد بعد لا شونسون بعد دو موا دارت نجاح لا شونسون دي حققت نجاح كبير صح هي اللي كانت طيب هي اللي عرفت فوالا عيطت لنا اللي عيطت لنا اللي ديتر واش قلت لك شنو يمد لنا دراهم في ذاك الوقت نبداو نشرو استوديو نشرو ديفاف نشرو اي سيدي من بعدها عرف قداش عطانا 10 ملايين شفيت
وبعد ذلك ما خرجنا لا شانسون تاعنا ربي ونسيدي واستنبطوا ومن بعد كملنا في المشوار تاعنا اديها بون دو هذيك اوكي طوي طيب ان شاء الله في الامان تفضل الله يجزيك فضلك الله يجزيك فضلك مرحبا مرحبا تفضل تفضل خويا العزيز السمع البصري هنا ديروا الكليب وقتها مع السي عبد الرحمن هذا هنا تخدم هنايا هذا التصوير الداخلي ودي فان نديروا تصوير برا ثاني ايوا تفضل تفضل خويا حملك تقولي بدين انا سهول فرح يتسن عمرتي خمنا سن خلصانه بلاصتي وين نجيب لنا ليزان ديال هنا ليزان ديال وين نحب نروحو نروحو توفيق هناك ديتنا الامريكا انا مالك كان لاس فيغاس وين توفيق لافريك هنا وين تحب مازال كاين جديد مازال تبقى غير دوك غير تشوف غير حوايج غير نوفيتي لا هذا الفوتير انا نشوف غالونتيكيتي حبيبي هذا واش من العام يكون هذا قديم بزاف توفيق بزاف بزاف يا معلش هذا تحب التاي تحب نديرو فيه تاي دوك دوك نديرو تاي فيه نرمك توفيق عادي عندك الاشياء هذه كابيل هذه وقل تاعنا ولا تاعهم اوا تاعنا هذه هذه كابيل هذه التراديسيون تاع لي كابيل تاعنا والله وي والله تفضل 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 نحوسوا بشويه على بالك كل شيء راهي تحفه لهنا ميزان تاع بكري توفيق شوف الميزان والله ميزان هاي هذا ماشي تاع هنا هذا تاع اللي جبناه في فرنسا هذا تكون فرنسا نعم تك اشك فوق جي طالع تطلع معك هذا نجيبو دي فوا حوايج يجي فوا صحابنا يجيبو دي فوا على بالك كيفاش السيوف السيوف هذا قديم ولا جديد هذا قديم بزاف هذا توفيق قديم ثاني قديم يكون ابيبري طيب شحال لا جو سي با يكون لي زون اونتيكيتي هذا هذا تاع لاشين ولا واش منه هذا لي روما اوا هذا صح صح توفيق اوا هنا هذا القهوه فات اتونسيون شوفوا برك حنا هذا تاع لي روما على حسب على نسين تاعهم تاع لي روما هذاك تشوفها نعم ماريا شرابوفا راهي الفوق هذه تاعها تاع صح ولا اوا صح صح توفيق بس منين داك دور لي شويه من هي الجماعه اوا زور صحابك من هي
مركبه في الحيط هكذا ومره مراجوتين في البنو وكلش ماشي اقبل الجهه من هنا نو نص برك انت جدك هذه يتبان ريح وملا قصر ريح ريح توفيق تفضل حبيبي تفضل بسم الله يا الله يا كريم. الفكرة تاع لافواتير هذه ما كانش فكرة تاعي، كانت فكرة تاع صاحبنا هو الستان كرياتور، يعرف عنده لوغو في الديزاين، عنده هو اللي كرياها وجابها جبونس جابها من الجي، وكانت ما كانتش هكذا قديمة بزاف، دها الطولية ودها ستيكاها بيها، الفكرة تاعه هو اللي دارها مليحة وجبتولها بنوات جداد وفريتوهم حتى الموديل القديم تانيك. طيب اليوم عاودنا رجعنا لك، مرحبا بك توفيق. كي رجعنا حنسسوك وش كاين جديد في حياتك، وش في حياتك الخاصة قبل ما نروح للعملية، نروحوا لحياتك الخاصة، وش كش ما كاين جديد في حياتك الخاصة؟ حياتي الخاصة كما كنا نشوفه قبيل توفيق، درت استوديو جديد، استوديو ديسيبال، ما عنديش صفي عندي الثيام اللي فتحته والوكازيون صامي فيها ان غران بليزير كي جيتونا والله بارك الله فيك توفيق من الطاقم الفني تاعنا. كيما شفتو قبيل ديميناجيت توسكي داخل دوكا نخدمو كيما بكري كيما دركا مونتاج فيديو تريتمون فوتو توسكي لي كليب توسكي اودي فيزيال خدمه نخدمو مع لي كليون صافا الحمد لله. وهنايا البلاصه هذه نجيو فيها مين ذاك نجيو نقصرو فيها لهنا مع حبابنا مع لي زامي تاعنا مع اي واحد حبيبنا يجي نظيف نجيو لهنا واي واحد يجي يعجبو الحوله ما شاء الله. طيب صافي حياتك الخاصه ما كاش جديد، واش كاين جديد في حياتك العمليه؟ حياتي العمليه عندي البوم نورمال مع 3 جور 5 جور يخرج ان شاء الله. اي والله واي مع ايديسيون ريزونانس خدمت مع ريزونانس دركا باسكو لا فوا باسي خدمت في ليديسيون تاعنا ايديسيون ماسترينغ وهاد الخطره زدنا درنا البوم مع ريزونانس فيها 9 شونسون يحكي كيما الطابع الفني تاعنا، يحكي على الدنيا، يحكي على الوالدين، يحكي على لي رولاسيون دامور، على لي رولاسيون داميتي فوالا دائما في الطابع تاعك، دائما في الطابع تاعنا. كاش دي كليب جديد؟ كاش الكليب خدمنا واحد بقلنا فيها خدمه واحد السمانه سمانتين والله ان شاء الله نخرجوه ان شاء الله. ما بقاش فيه خدمه بزاف تفاصون المونتاج، انا عقب المونتاج انا نخدموا فيه ديجا ما بقاش. واش تقول للجمهور تاعك، واش تقول للناس اللي يحبوك اللي يسقسوا عليك، واش تقول لهم؟ نسقسي عليهم الخير ان شاء الله ونشكرهم بزاف على الوفاء تاعهم، وكم يكونوش هذا الببليك تاعنا احنا رانا ما كان والو وصمم فيها ان غرون بليزير للناس، عندنا ناس تحبنا على جال الطابع تاعنا وعلى جال لي بارول تاعنا، والحمد لله يا ربي احنا دخلنا الديار تاع الناس بكلام نظيف وموسيقى نظيفه والحمد لله يا ربي. هذه الحاجه عجبتني بزاف هي انا بزاف. اي انسان يقول لك نسمع انا شاب طيب والله يقول لك نسمعوا طونك عنده الكلام نظيف، باسكو نحكيوا على حوايج يقيسوا الناس، حوايج نعالجوا مجتمع كوموش هاد الناس هادو حنا رانا ما كانش. نشكرهم بزاف وربي يدوم محبتنا ليهم وربي يدوم محبتهم لينا ان شاء الله ان شاء الله. طيب انت مره غنيت اغنيه بالقبائليه وحققت نجاح كبير اللي استمر فيه وعزيز اي والله ماكش تخمم تعاود التجربه وتقدم لهم معنا سي ما عند بقات واحد 4 جور والله ويخرج البوم ثاني في اغنيه قبائليه باسكو شغل الولف والطابع واسمه لي كابيلي ولفو سكو خدمت بزاف انا في القبائل خدمت بزاف. طيب يقول لك قبل ما نخرج اللي سمرثي وعزيزا هذه وك طيب علاش ما ديرناش اغنيه قبائلي باللهجه تاعك انت وتعبت فيها ومش حاجه سهله ما نقولكش انا عربي وهما قبائل وحنا رانا قاع جزائري بارك الله فيك قاع مسلمين والحمد لله يا ربي مي باش تخرج شونسون كابيل وانت ما عندكش لاكسون كابيلي سي ان بو ديفيسيل. صح قبلها منك الجمهور القبائلي قبل منك ذيك الاغنيه ما شاء الله ما شاء الله ولو يقولوني انت قبيلي طيب وحققت نجاح والله دارت سكسي والله ما شاء الله اللي سمرثي وعزيزا معناتها بنت بلادي العزيزه ايوه فوالا ان شاء الله تحقق نفس النجاح الله يسلمك لحقاته. كلمة تقولها للناس اللي يحبوك؟ الناس اللي يحبونا نقول لهم ان شاء الله ربي يدوم محبتكم لينا وربي يدوم محبتنا لكم ان شاء الله، واستناونا ديما كاين جديد وديما رانا معكم، ونشكرهم بزاف على الوفاء تاعهم
وبيك انت توفيق والطاقم الفني تاعنا وبحبابنا اللي رانا ان شاء الله نبانوا ونبقى ونبانوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حنا ثاني نتمنوا لك التوفيق. الله يسلمك خويا توفيق. ان شاء الله نشوفوك نتلاقاوك في فرص قادمه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نجي نتبعوا الجديد تاعك ان شاء الله. ان شاء الله يتوفيق. ان شاء الله ربي يخليك يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. Thank you.